ضيفي والذي يعني حقيقة نقدم له كل الشكر على الجهود التي قدموها من أجل نجاح هذا الرالي. معنا في الاستوديو أعزائي المشاهدين المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، أمين منطقة حائل، يديك الصحة والعافية. مساك الله بالخير أبو وائل. حياك الله أستاذ خليل، وأهلا وسهلا بكم في حائل. الله يسلمك يا ابو وائل، ما شاء الله تبارك الله. يعني ابدا معاك من حائل ولا ابدا معاك من الرالي، من وين تباني ابدا معاك؟ من قلوبنا نرحب بكم في كل شيء ان شاء الله. حبيبي على راسك. طيب خليني نتكلم انا معاك كزائر سلام. حقيقه يعني ما شاء الله تبارك الله، قبل ما اتكلم في الرالي، انا مع الرالي باجي من 2006 حلو، بس العامين لما جيت يعني ما شاء الله تبارك الله، كل ما اجي حائل الاقي مشاريع جديدة، كباري، أنفاق، طرق، ما شاء الله تبارك الله. والله يا أخي العزيز، أول شيء فيه الطرق المحورية، الحمد لله منطقة حائل كسبت مجموعة طرق محورية على مستوى ربط المناطق ببعض وربط الدولة بالدول المجاورة، وأصبح نقطة التحول حقها في حائل. نعم. طريق الجوف، طريق القصيم، طريق تبوك، طريق المدينة، رفحة، كل الطرق هذه يعني وصلت المدينة وارتبطت بالطريق الدائري داخل المدينة، وأصبحت تمثل يعني المحور العصب الحقيقي للنقل. أيضا السنة هذه خلصنا من القطار، متوقع تشغيله يعني بدأ الآن من القصيم للرياض، أعلن المطار مطار دولي، وأصبح المطار محوري أو المحور لشمال المملكة، وأصبح هو بوابة الشمال بالنسبة للرحلات الجوية. كل عناصر النقل أعطت ميزة نوعية لمنطقة حائل، وأصبحت هي نقطة التحول ونقطة الجذب بين شمال المملكة وبقية مناطق المملكة. أنتم واكبتم هذا الموضوع على طول؟ والله إحنا واكبنا، والأعمال هي مخطط لها. نعم. أصلا جميل. أبو وائل، خليني أطلع لزميلنا أحمد أبو مسمار، وبعدين أرجع معاك حنتكلم عن الراي عن الرالي والتجهيزات اللي أنتم قدمتوها. أحمد، الصوت والصورة إليك. شكرا لك خليل. يتواجد بجانبي عارف العقيل، مدير البريد السعودي بحائل، وحي كبرى السعودية الرياضية. سيد عارف، كيف شاهدت هذا الرالي تحديدا؟ حقيقة الرالي هذا يعتبر من المناشط الهامة بالمملكة العربية السعودية، يعني منشط سياحي انت تعرفه، منشط دولي مشاركة واسعة فيه، فهو الحقيقة يعني فرصة للتعريف بالمنطقة ككل، يعني بالنسبة لنا في منطقة حائل العامة. يعني ما هي مشاركة البريد السعودي تحديدا في رالي حائل؟ البريد السعودي الحقيقة راعي رعاية كاملة لحد المتسابقين، إضافة إلى أنه راعي فضي للرالي، بالإضافة إلى مشاركة بالفعاليات، يعني مشاركين إحنا بالفعاليات وبحضور جيد بالنسبة للتعريف بجميع الخدمات البريدية، التسجيل بالعنوان الوطني، وتقديم هدايا وجوائز للمتسابقين. شكرا لك سيد عارف. الله يحييك، شكرا لك، الله يطول. إذن مشاهدينا الكرام، هو حديث السيد عارف العقيل مدير البريد السعودي. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، وصول صاحب سمو الملكية الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، متواجدا تحديدا في المنصة الرئيسية لبداية انطلاق السباق من هذه المنطقة تحديدا. هذا سمو الأمير عبد الله بن خالد آل سعود رئيس اللجنة التنفيذية برالي حائل، متفقدا الأمور قبل انطلاقة السباق. فقط سوف ننتظر أصحاب سمو الملكية الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وأيضا صاحب سمو الملكية الأمير سلطان بن عبد العزيز سلطان بن بندر الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والذي بالتأكيد سيبدأ السباق إن شاء الله بعد أقل من نصف ساعة تقريبا، على حديث اللجنة المنظمة في رالي حائل. أعود إليك زميلي خليل، تفضل خليل. شكرا أحمد، يديك الصحة والعافية. من جديد أعزائي المشاهدين، مع المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس أمين منطقة حائل. يعني أبو وائل، خلينا نتكلم عن الرالي والتجهيزات. أنتم متى بدأتم؟ يعني خليني أضع المشاهد الكريم في الصورة،
بأنه أمانة منطقة حائل يعني ما شاء الله تبارك الله هي المسؤولة من ناحية التجهيز، من ناحية المسارات، صحيح أبو وائل؟ تقريبا كل الخدمات المكانية تقوم عليها الأمانة وبمشاركة كافة الجهات الحكومية وتحت مظلة إدارة الرالي. يعني مثلا مقر هذا اللي احنا فيه، هذا مقر الحفلات للأمانة، هذا انتم اللي مجهزتوه في أمانة منطقة، أمانة منطقة، هذا مركز خدمة المجتمع في الأمانة. نعم. والتجهيزات والديكور اللي هنا، التجهيزات والديكور والتصاميم والمتابعة والتشغيل والصيانة كله من قبل الأمانة. لا. طيب بالنسبة للمكان المخصص في مشار، بالنسبة للمرحلة الاستعراضية، بالنسبة للمكان المخصص للفعاليات، جميع المسارات تشارك فيها الأمانة بمسح الطرق الترابية اللي فيها، أيضا موقع الفعاليات نقوم بتجهيز كافة الموقع، وسائل الخدمات مثل خدمات الكهرباء، المياه، النظافة، التشغيل بكافة أنواعه في نفس الموقع، أيضا تخطيط الموقع وتوزيعه بين الجهات المشاركة سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وكل هذا يتم في مظلة اللجان التنفيذية العاملة في الرالي. نعم. طيب بالنسبة بالنسبة أبو وائل، المسارات المخصصة بالنسبة للمراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة اللي هي داخل النفوذ، أيضا أنتم قمتم بمسحها؟ طبعا في مسح أمني وفي مسح خدماتي. نعم. بالتعاون ما بين الجهتين. أيوة، أنا أتكلم عن الخدمات. الخدماتي إحنا وإدارة الطرق دائما نقوم على مسح هذه المواقع بحيث أنها تكون مهيئة فعلا للسباقات. طيب أنا كان قبل ما أتشرف باستضافتك أبو وائل، كان معايا المدير الفني للرالي، بيقول إحنا نمسح يعني كناحية فنية بالنسبة للرالي، بس أحيانا نعدل. طب لما نيجي هذا التعديل على المسار بيبلغوكم عشان أمور المسح والخدمات؟ جميع العمل في الرالي مرتبط تحت إدارة الرالي، فبالتأكيد أن أي أوامر عمل تجي تقوم الأمانة على تنفيذها وغيرها من القطاعات الثانية المشاركة معنا. نعم. يعني أعزائي المشاهدين، يعني هنا في الاستوديو مع المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وكما نتابع في لقطات وصول الأمير عبد الله بن خالد لاستقبال أصحاب السمو صاحب السمو الملك الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل، وأيضا صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير عبد الله يعني يتفقد المكان في المنصة الرئيسية هنا في منتزه المغوات، المكان المخصصة والنقطة المخصصة لتدشين وإعلان انطلاق الرالي رسميا من قبل صاحب السمو الملك الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل. بالتأكيد السعودية الرياضية متواجدة أيضا لنقل ورصد هذه الانطلاقة وهذا التدشين لهذه النسخة في عام 2017، النسخة الثانية عشر لهذا الرالي الذي أصبح يعني بينه وبين حائل قصة عشق. أبو وائل، يعني خليني أبدأ معك وأقول لك، طيب أيضا في الفعاليات شاهدنا معرض لأمانة منطقة حائل، يعني حدثنا عن هذا المعرض. سنويا يكون لنا معرض وخيمة ضيافة، أيضا مشاركة المجلس البلدي في هذا الملتقى، بالتأكيد أنه يكون حلقة تواصل مع الجمهور الزائرين لهذا، وهي مناسبة كبيرة بالنسبة لنا في هذه المدينة، ونحاول أن نطلع الإخوة الزائرين على خدمات الأمانة وخاصة الخدمات التقنية اللي تقدمها الأمانة في مجال تشغيل وصيانة المدينة. نعم. طيب خلي يعني أنت ذكرت بالنسبة للتصميم، بالنسبة للديكورات، أنتم عندكم القسم الهندسي بكل الموضوع هذه، كيف أنتم بتربطوا ما بين الموضوع؟ يعني أنتم قمتم بالديكور هنا والمناسبة رالي ورياضة ومحركات وسيارات وسباق، كيف بتحكوا الموضوع هذا أو كيف بتم هذا الموضوع؟ والله أستاذ خليل، هو الحقيقة يكون في ورش عمل ويكون في طرح أفكار واستقراء للهدف اللي
هو الهدف العام معروف انه الرالي، لكن الهدف اللي نبغى احنا كيف ماشي التصميم، نوظفه لهذا الموضوع، وبعدين احنا بنعمل موديلنج للشغله هذه عده نماذج، وبتتحاكي النماذج هذه وبتطرح على اللي نقدم لهم الخدمه يختار النموذج الافضل، واحيانا يعدل على بعض النماذج واحيانا تدمج في بعض، وحتى يستقر الراي في التصميم النهائي، ثم ياتي لمرحله التنفيذ. نعم. والحمد لله زي ما شفت انت يعني كان التصاميم كلها لديها قابليه وبجوده يعني متميزه. ما شاء الله. طيب خليني يعني اعود الى 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 الى, إلى موضوع التجهيزات. بالتاكيد هذه التجهيزات تحتاج الى معدات، تحتاج الى قوه بشريه، يعني نقول انكم انتم في امانه منطقه حائل دخلتم في مرحلة الطوارئ من أجل التجهيز؟ لا أبداً أستاذي، إحنا لدينا يعني هذا عمل يحتاج صحيح طاقة بشرية كبيرة. إحنا لدينا مركز خدمة المجتمع يعمل على مدار العام، ولهذا مبدأ الطوارئ في خدمة المجتمع غير موجود، لأنه العمل مستمر خلال العام تمام، وفي فرق متخصصة للعمل سواء من ناحية التصميم أو من ناحية التنفيذ، وتتواجد في مناسبات عديدة في المدينة، منها ومن أهمها وعلى رأسها الرالي. طبعا كثافة العمل في الرالي كثافة كبيرة جدا، وإحنا نستعد له من شهرين تقريبا للمشاركة بفعالية مناسبة. أيضا لا ننسى أنه الدعم اللوجستي اللي نحضابه من إدارة الرالي هي تسهل علينا مهامنا كثير، وتخلي العمل يعني وفق برامج زمنية محددة، وفق سقف إنتاج معين وبكفاءة جيدة جدا. يعني أفهم من كلامك أبو وائل يعني مركز خدمة المجتمع يعني ينتهي من مناسبة أو مهرجان أو فعالية ويبدأ ويدخل في مرحلة ثانية؟ والله إحنا يعني إذا كان في مناسبات يعني صحيح إحنا عندنا خطة سنوية وفي خطة مرحلية لكل فعالية، فبالتأكيد انه حتى المكتسبات اللي دائما نحققها في الرالي يعني دائما تبقى نعم للامانه ونستخدمها في الفعاليات الاخرى. نعم. المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس امين منطقه حائل، يديك الصحه والعافيه، وشكرا للايضاحات ولتلبيه الدعوه، والله يوفقكم ان شاء الله. نرحب فيكم دائما ان شاء الله. شكرا. شكرا حبيبي. متواصلين معكم اعزائي المشاهدين، وهذه التغطيه المباشره من هنا من مركز المغوان، والذي سيشهد وصول صاحب سمو الامير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل، إعلان وتدشين انطلاقة رالي حائل لهذا العام 2017. كما نتابع، هذه هي المنصة التي سيدشن منها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل، وإعلان الانطلاقة الفعلية لهذا الرالي. أيضا أعزائي المشاهدين، يعني هذه اللقطات الخارجية المصاحبة لكم عبر شاشة السعودية الرياضية، متواجدة معكم من أجل نقل الأحداث ووضع المشاهد الكريم في أدق التفاصيل بالنسبة لهذا الرالي. نترككم هذه اللقطات عبر شاشة السعودية الرياضية.